أما الآن فمع أولى فقرات هذا الحفل، مع الرسالة الخالدة، مع معجزة نبينا الأكرم، مع القرآن الكريم والمقرئ عبد الواحد مرضي، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ما ملأ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في
قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم شكرا لك أيها القارئ الصاعد ونور الله قلبك بالقرآن الكريم